شو اسمك؟ فواز. لا فواز، احب اقول لك معلومه واحده بس، اتمنى انك تحملها على محمل حسن وتخليني ارد وترد براحتك. اوكي. سرور يوم كان منظم كان يجلس في المركز طول الله عمره ويقول عطني سبيكر عشان يجي اجيب اقول اجيب لك قهوه بمنزل رصيدك. يشغل سبيكر يقول يا صالح القهوه والشاي. شكل سبيكر عمرها ما حصلت في برامج وقع كلها. حضرتك من يوم جيت منظم ما بقول لك ما عندك صلاحيات، صلاحيات متسابقين اقوى منك. رد علي يلا. رد. يوم كان منظم كان منظم. اوكي؟ وله الاشياء اللي يطلبها. صح. انا يوم اني منظم منظم بس اختلف عن الاشياء اللي هو طالبها. والشيء الثاني انا منظم على ايش؟ انا ما طلبت منك تقييم. يقول سرور كان منظم على ايش؟ ما طلبت منك تقييم. انا تنظيمي انا تنظيمي قلبه سعادة، الحمد لله تشوف الليلات، الأمور هذه، الأسرة منتجة، أوكي؟ هذه واحدة من الليلات. لجيت أقول لك قيم يا أستاذ منصور، قيم، بس أنا ما طلبت تقييمك. طيب الحين الآن أنت تنتظر. ما قلت لك وش صلاحياتي لأني أنا أعرف صلاحياتي. طيب معلش. والحمد لله. أنت الآن حطوك منظم على المتسابقين. يعني ما ننتظر أنك تقول يلا تفضلوا قيموا، إحنا نجي نقول هات لأنك أنت منظم على المتسابقين. لا لا لا. خليني أشوف، أنا أبغى أسألك سؤال واحد بس. أنت منظم على مين؟ على الكنبات ولا علينا ولا على مين؟ طيب ممكن شغله بس ارد؟ لما تقول لي حطوك منظم علينا حطوني منظم عليكم اوكي بس انه لا انتهى التنظيم هك الساعه قل وجهه نظرك مو في نص تنظيمي تقعد تتكلم رجع يا منيب عطنا وليد الهلال. الان انت اخر يعني ابغى اعبر عن شخصيتك باختصار خلال التنظيم يعني الحين قال لي والله والله مسخره. أنا مسخرة؟ قل له تتكلم عن التنظيم وهو سوى فواز. أنت المسخرة الصغيرة فواز هو سوى التنظيم والمسخرة الكبيرة صالح فرحاني معك عرفت كيف؟ لأنه مضحوك عليه من هناك ومن هنا خلصنا مسخرتين عندنا هنا احنا مسخرة. الحين عندي سؤال، أكثر شيء قدرت تسويه أعلنت عن أسرة منتجة؟ طيب أعلنوا 10 قبلك. طيب الآن الشودة ما عندك صلاحية تشغلها، لو إني منك اقسم بالله اقول لك حاجه منصور 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 اقول لك شيء صلاحيه يمكن انك ما حضرتها. تفضل. انا مره كنت نايم لحظه بس دقيقه لا 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 بس انا ما له علاقه فواز الموضوع بقول منصور مره كنت نايم انا ويوم صحيت من بكره جاني علمي فيه ثلاجه مكسوره حقت زد رصيدك انا ما حضرت فجلست المركز قلت شباب من اللي كسر الثلاجه كل واحد يقول ما ادري من هو ما هو بنا لا فلان فلان على طول المخرج شغل لي في الشاشه تسجيل الحادثه اللي البارح اشتغلت قدامي شفتها قدامي على طول حتى صلاحيات خالتك ماشي ما هي زي كذا حتى خالتك ماشي ما صلحت حبيبي انت تعرف ان الشغلات اللي يصلحها سرور اقدر اصلحها لكن اوكي لا لا لحظه اقدر اصلحها لكن علشان ما نطلع برا لا يخلون بيننا بس ما راح يخلون بيننا تصادم ما عليك احنا مكملين البعض ولد الشغلات اللي يصلحها سرور انا اقدر اصلحها صحيح بس انا شخص ما احب اني اخذ الاشياء اللي سواء سرور لان هذه اشياء خاصه فيه اذا بجيب اشياء من عندي صحيح اوكي الشيء اللي من عندي وتكلمت فيه من البدايه انه راح يكون اسبوع حافل بالسعاده ما قلت اسبوع انه بنص الاسبوع تقيمني انت مسخره هل تعتقد استاذ فواز لا يا اخي جلست الى مين هل تعتقد قلنا انك مؤلف بس مو الدرجه دي فواز انت تقول انا اذا بجيب اشياء من عندي انا إيه؟ هل تقصد ان سرور الاشياء اللي كان يسويها ما هي من عنده؟ اقوم انا؟ ها؟ يبي يصلح يبي يعني يقبها عرفت؟ تعرف جاوب ولا جاوب؟ لا جاوب ما عليك. السرور اللي صلحها اشياء من عنده، واشياء رسميه من عنده. اشتغلنا فاصل فني والاشياء اللي من عندي من عندي. ما له علاقة. ولا فاصل غنائي ولا فاصل مرة ما له علاقة. حظك ان الليلة الاماراتية بدت. ايه يا معاذ سامحني اقسم بالله تفاجأت ان الملابس الداخلية تطشت. تبين نطلع كول كذا. تفضل يا كول رقم 2 وانت السواح رقم 3 يلا وامس مشغلني على الثوب على الثوب محمود فواز بالله في المضيف خليكم على طرف ايوه ايوه كذا ثلاثه لا 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 ايه امس مشغلني اذا عندكم عزيمه وجاء العامل يجيب دقائق بعد ما يقفل لا والله امس يوم انك مشغلني على الثوب راح البس ثوب راح البس ثوب عشان تتشيل عشان تروح تلبس ثوب الحين انا ما عندي ثوب انت عندك ثياب ليه ما تلبس؟ ما عندي ملابس لا والله